أهلا بيكم أصدقائي الأعزاء، ورجعنا لكم تاني بالأمل والسعادة وقوة الإرادة. صديقتنا الجميلة نومزة الجميل للمرأة القوية، صاحبة الإرادة الحقيقية لقوة إرادتها وعزيمتها، بتتحدى عقدها وتواجهها بكل شجاعة. صديقتنا الجميلة لديها بتر في الساقين، ورغم كل هذا متزوجة وأم مسؤولة عن طفل بدون برعايته. رغم التحديات الكتير اللي بتواجهها صديقتنا الجميلة، بتعيش حياتها حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل، بتصدر الطاقة الإيجابية لكل اللي حواليها بقوة إرادتها، بتتحدى عقدها بتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. زي ما احنا شايفين صديقتنا الجميلة باستخدام أطراف صناعية، بتعيش حياتها وبتستمتع بيها رغم التحديات الكتير اللي بتواجهها بقوة إرادتها وعزيمتها، بتتغلب عليها. ابتسامة جميلة مليانة أمل وعزيمة وتفاؤل، بتتحدى كل صعب. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة وعلى العطاء، قادرين باختلاف